ما عطيتش غير خسات بوحده، ماشي الاخر باقي باقي غالي. هو البصل الكركوبه غاليه، هاد الخضاريه شويه، كلشي غالي كلشي غالي. اسمع ديما حتى حاجه ما رخيصه، المواطير تقهر. راه كاين اللي كيجيب القفه ديالو ويرجع بحال هكا، يجي عندنا حتى للسوق ويرجع بحال هكا. شنو اللي خلى مطيشه تنزل؟ ربما مع الحراره، يمكن هي اللي السبب هو الحراره، الطقس هي باش المطيشه هبطات. وما البطاطا باقيه هي هي، بس الكركوبه باقيه هي هي. كيبقاو يتشكاو علينا حنا، نقهرونا بدا بتشي. والله العظيم نقهرونا، انتم اللي كتغليو، انتم اللي كت ما كاينش اخويا. داك الشيء ديال الغلا راه ربما هما اللي عارفين. هاد الشيء بزاف اخويا، بزاف علينا والله. الا داك الشيء كيقولوا في التلفازه راه غير الكذوب، يحلوا لنا شي باب ندخلوا للتلفازه ونتقداو من عندهم. شرب بزاف، راه بزاف. حتى اللي ما عندوش باش غيعيش في هاد البلاد هاد، يديروا معنا حل، يحلوا لنا الحدود، يشوفوا يحلوا لنا الغفره نمشيو ليها. ما هادشي راه بزاف. فين هي شي مائده الافطار؟ شكون اللي باقي عنده استطاعه باش يدير مائده الافطار؟ يلا هاد العام هذا تصب من حد الفتره، خصك على حسب داكشي اللي كتاكل. يعني راه تزادت حتى الفتره، ما بقاش كيف العام اللي فات. واللي ما عندوش دازت علينا في هاد رمضان صراحه الله، دازت علينا. كلشي غالي، مختار خيزو والخيار هما اللي كانوا شي شويه مرفقين. البطاطا باش كيعيش هاد الفقير هذا؟ عندي الاولاد كيلو دخلت عليك بالله، كيلو اش غادي يدير ليا؟ كيلو شحال فيه من بطاطا؟ اش غادي يدير للدراري؟ اش غادي يدير لهاد الكيلو هذا؟ عمرني انا في هاد العمر هذا عمرني عشت في هاد الازمه ديال البطاطا وصلت 240 300، حتى جا داك الرئيس اللي بارك ينهب في البلاد. عايشين عا هما، حقوقنا عند الله، وحنا ما نسمحوا لهم حتى الغداء امام الله. انا بعد الله ما نسمح لهم، لا انا لا المواطنين الفقراء بحالي ما نسمحوش لهم. واش الحوت عباد الله؟ واش بلادنا كلها بحوره؟ فينا هو هذا الحوت هذا؟ واش السردين ب 500 درهم؟ واش هذا ماشي خارج العقل؟ المير شكون اللي قال لك؟ قلت لك راه خصهم يديروا لنا حمد ونتقداو من التلفازه. ما كاينش ما كاينش اولدي، هادشي راه بزاف. وكنطلبوا الله يشوف من حالنا، والمالك الله يحفظه لينا وينصرو لينا ويعطي صحيحته، يشوف من حال المواطن ديالو راه تقهر، راه تقهرنا. لا اله الا الله، طلبوا من الله غير يشوفوا من حالنا، ولا الله يقبل علينا يدينا عنده في الدو.